في أحد الدوائر مثلا حكمية نعم أحد مثلا الدوائر الحكومية نعم. أو في مكان ما يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلب المجموعة، لكن يوجد بعض الفئات يصلون منفردين جماعات، ما حكم هذا؟ نعم. أولا يسأل الدوائر الحكومية هل يمكن أن يخرج إلى المساجد قريبة حولهم أو لا؟ إذا كان يمكن أن يخرجوا إلى مسجد قريب حولهم دون أن يعطلوا الشغل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد. وإن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في المكتب، وإذا كان لا يمكن أن يخرجوا إلى المساجد لبعدها أو يخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا كما يوجد من بعضهم إذا خرج ذهب إلى بيته ولا رجع، أو إذا خرجوا تعطل العمل لكون العمل كثيفا يختل إذا خرجوا للمسجد، فإنهم يصلون في الدائرة في هذه الحال، لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجبة لا يجوز الإخلال بها. وإذا قلنا أنهم يصلون في مكتبهم فالواجب أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد إذا أمكن، فإن لم يمكن صلى كل دور في دوره، اجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون. ويوجد مكان مخصص للصلاة صلاة المهم مسجد نعم متسع يصلون فيه، مكان واسع يصلون فيه، لكن بعض الأشخاص يصلون خمسة يصلون، لا هذا لا يجوز، يجب أن يصلوا جميعا. بعضهم يحتاج يقول بالشراب مثل مثل فيه طلبة طلبة يصلي طول اليوم لابسين الشراب، نعم بعضهم يحتاج الشراب، بعضهم يقول مثل كل هذا تحجج يتعلم مو صحيح. الشراب حتى لو كان على أساس شراب ولو كان ما خلعها ولو كان رجله هنا دخلها غير نظيفة ما تصل إلى حد ينفر الناس منه، لأن القدم في الغالب ما تكون ما يكون فيها عرق يؤذي، لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء. فيقال إذا كان عندك طالب كما قلت رائحته مو طيبة يؤذيك اذهب إلى الجهة الأخرى. كان بعض واحد من زمان يقول تتسألت مرة سألت له أنه يجوز لا أبدا ما نفتي بأن يجوز تعدد جماعات في مكان واحد. ممكن فتوى ذهب مكتوبة هذا عندك خذها من الشريط خذها من الشريط. نحن بينا قبل قليل قلنا إذا كان لا يمكن فكل أهل دور يصلون جميعا. نعم نعم لا هذا المسجد إذا كان ما يكفيهم يصلون في محلاتهم، لكن ليس معناه أن نقول كل خمسة ستة وحدهم، نقول كل أهل الدور يجتمعون جميعا والمستودعات والمكاتب ما دام في دور واحد يسهل عليهم يجون يصلون جميعا. أما نجعل هذا ضرورة إذا كان المكان ما يأخذهم فلا بد من التبرع. وقوم المساقة من البيت إلى المسجد يجب عليه أن يحضر في المسجد كيف؟ المساقة من البيت إلى المسجد مسافة قريبة عرفا ما فيها تحديد شرعي في العرف. نعم.